السلام عليكم. من أكتر الحاجات اللي محتاج الإنسان إن هو يحكمها في وقت الأزمات طبعاً إن هو يحكم عقله، ودي من الحاجات المهمة جداً إن إحنا نطور من فكرنا وإزاي إن إحنا نفكر نتعامل مع الأزمات أو فكر الأزمات. فطبعاً لما نبص دلوقتي لأزمة كوفيد والفيروس وناس كتير جداً ما بين واحد زهقان وواحد خايف جداً وواحد مستهتر جداً بالوضع، فمحتاجين يوم بعد يوم ان احنا نحاول نفكر بعقل ونحاول ان احنا نشغل مخنا كويس عشان خاطر نعرف نتعامل مع التحدي، لان دي مش اول ازمة ومش اخر ازمة هنمر بيها كمجتمع او في حياتنا in general فعامة. فيا ترى نعمل ايه؟ فثلاث خطوات سريعة. الخطوة الاولى ان انت تنسى الماضي، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا. لقي الناس كتير جدا 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 بيفكروا دلوقتي انا كنت عايش في مستوى، دلوقتي عايش في مستوى تاني. انسى فكرة الماضي، لان دي من اهم الحاجات اللي هتخليك تعرف تتعامل مع المستقبل. وده مش كلامي، ده كلام العلماء اللي اشتغلوا على هذا الموضوع قبل كده، منهم اليزابيث كوبلر راس اللي عملت منحنى التغيير وشافت ازاي ان ناس كتير جدا من اللي بيجي لها امراض وبتعرف تتعامل مع حياتها بتصاب بازمات في حياتها، اهم حاجة بالنسبة لهم ان هم تولاد جو، يعني انسى الماضي. ودي من الحاجات المهمة جدا جدا. فكر فكر جديد تماما. لو انت النهاردة كنت دكتور بيجي لك عدد في عيادتك انسى الماضي. لو كنت مهندس وبتشتغل في مشاريع انسى الماضي. لو كنت محاسب وعندك عمل وفقدت عملك انسى الفكرة دي. الماضي تعامل معه لانه ماضي بحلو ومره فات، وزي ما الحكمة العربية بتقول لا تبكي على اللبن المسكوب، لان مش هيفيدك. وده احنا في وضع العالم كله بيتغير، قوة التغيير اكبر منك بكتير جدا جدا. بدل ما تستنفذ طاقتك في انك تقاوم التغيير، انسى الماضي وفكر لقدام. فدي رقم واحد. رقم اتنين، النهاردة اكتر من اي وقت مضى محتاجين اولويات. بمعنى يعني ايه اولويات؟ النهاردة احمد ربنا انك عايش، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا. بعض الناس، وده الكلام للانسان المستهتر، بيبص على ان النهاردة الفيروس 1% من الوفيات، 4% وفيات. الرقم ده كبير جدا، الرقم ده كبير جدا جدا، لان انت لو بصيت لو النهاردة لكل 100 مليون هيموت 100 ألف. كبير جدا، ده رقم كبير جدا. ناس كتير جدا في الحروب ما بيموتش الرقم ده، والمئة ألف دول ممكن يكون أبوك وأمك وجدك وجدتك وأخوك وأختك وابنك وبنتك. يعني دول ممكن يكون ناس، لأن زي ما شفنا ما بتفرقش كبير وصغير. وبالتالي فقه الأولويات، أو أن أنت يكون عندك أولويات في هذه المرحلة مهم جدا. يعني إيه أولويات؟ يعني النهاردة لازم تركز على السيرفايفل، أو أن أنت تعيش، أو أن أنت تقدر تقوي أسرتك. قصة أن مثلا لبس العيد، أنا داخل على العيد عايز أشتري لبس العيد، مش مهم، مش هيحصل حاجة لو ما جبتش لبس العيد. قصة أن أنا كنت والله محتاج أغير حاجة في عفش البيت، محتاج أن أنا أغير جهاز في البيت، محتاج أن أنا أغير موبايل. مش هتموت لو عشت من غير تلفزيون، مش هتموت لو عشت من غير ما تغير الموبايل. الوقت اللي احنا فيه هو وقت ان انت تفكر في الاولويات، ولازم ترتب اولوياتك. هترتبها ازاي؟ دايما تقول ايه اللي انا اقدر استغنى عنه واعيش من غيره. ليس الغني من امتلك المال، ولكن الغني من استغنى. فبالتالي لازم ان انت تفكر انك دايما العقلية دي، واللي هي بيسموها حتى في علم الادارة الزيرو بادجتينج او الموازنة الصفرية، ان انت تفكر من الصفر انا محتاج ايه عشان اعيش، واي حاجة تانية تقدر تستغنى عنها في هذا الوقت انت لازم تستغنى عنها. ودي من الحاجات المهمة. طيب النقطة الثالثة، انك تفكر مش في انت كنت بتشتغل ايه او مؤهلك ايه، فكر تقدر تشتغل ايه. يعني مش لازم ان انت بكالوريوس هندسة تشتغل مهندس، ان انت طبيب يبقى تشتغل طبيب. في هذا الوقت العالم بيتغير، انت محتاج ان انت يكون عندك مصدر دخل تقدر بيه تصرف على نفسك وعلى اسرتك لو كنت انت بتعيل اسرة. وبالتالي فيش اي مشكلة ان انت تعمل شركة لتوصيل الدليفري، ان انت لو انسان ما عندكش حتى الامكانية انك تعمل الحاجة دي، تقدر تركب موتوسيكل، تقدر تشتغل توصل، تقدر تجيب سيارة، تقدر توصل حاجة، تقدر تشتغل. العالم هينقسم البيزنس لجزئين، وجزئين مهمين جدا. جزء تجارة الكترونية وفيرتشوال، عشان خاطر الناس هتخاف انها تتعامل مع اشياء ملموسة. وبالتالي لو انت تقدر تحول تجارتك الى تجارة اونلاين او فيرتشوال كان بها. الجزء الثاني هو التقليد، التجارة التقليدية اللي هي تجارة الأكل والشرب وكل ما ولا، وطبعا التصنيع والمهن اللي هي الحرفية. ودي من الحاجات المهمة ان النهاردة ثالث نقطة، دي هي دي النقطة اللي احنا عايزين نركز عليها،
انسى قصة انت مؤهلك ايه، وانسى قصة انت كنت بتشتغل ايه. المرحلة دي مرحلة سيرفايفل يا جماعة. زي ما في ناس في احسن دول العالم، في اليابان جت سونامي نسف جزيرة، نسف بيوت ناس. اعصار كاترينا جاء في امريكا نسف بيوت ناس. عشان اقعد نفكر انا كنت عايش في بيت، كنت عايش في قصر، انا لازم افكر انا اعيش ازاي. مرحلة استمرارية زي اللي بيجي لا قدر الله زلازل براكين، عشان اقعد نفكر نقول والله انا لازم اشتغل مهندس. لا لا لا، في المرحلة اللي احنا فيها دي انت لازم تدور على حاجة. مش عيب انك تشتغل ترجمة، مش عيب انك تشتغل في التسويق الالكتروني، مش عيب انك تشتغل في التوصيل والطلبات، مش عيب انك تشتغل مزارع وتزرع ارض، ومش عيب ان انت تشتغل حرفي وتزرع. الوقت ده مش وقت انا المفروض اعمل ايه، لا، هو وقت النهاردة اقدر اعمل ايه. لو تقدر تعمل حاجة، تخلى عن عباءة الشهادة، وتخلى عن عباءة حاليا الأحلام الكبيرة بتحقيق حلمك وفي المستقبل. حاليا مرحلة استمرارية، مرحلة انك تعرف تعيش وتكمل لقدام، وبعدين لما الأمور تبتدي تتحسن وترجع تاني. طول ما انت عايش وان انت عندك إمكانية انك تقدر تتطور، هتقدر ترجع للمكان اللي انت كنت عايزه. ولكن زي ما بيقولوا في كل أزمة لازم يكون عندك adaptability، تعرف ازاي ان انت يعني تعايش، تعرف ازاي تتعايش مع الازمة دي وتقلص من احتياجاتك في هذا التوقيت عشان تعرف تعدي الازمة دي وبعدين ترجع بعدها تاني. يعني زي ما دايما ساعة الرمل بتبقى واسعة تضيق وبعدين هتوسع تاني، فهي مش هتستمر على كده، لا يمكن هيستمر الضيق على ضيق، ومش هيفضل الوسع على وسع. هي الحياة ما بين فوق وتحت، ما بين وسع وما بين ضيق. احنا لو في مرحلة ضيق دلوقتي لازم نتعامل مع هذه المرحلة بالعقلية، عقلية إدارة الأزمة. ربنا يحفظكم جميعا. أتمنى يكون دي كانت حاجة مفيدة بالنسبة لكم. عايزين من الحاجات المهمة جدا أن نفكر دايما في أن إحنا في الوقت اللي إحنا بنقضيه بلاش تضيع وقتك. وقتك ده مع حاجات المهمة جدا جدا جدا. بلاش تضيع وقتك في حاجات تافهة وحاجات مش هتفيدك. اقرأ حاجة جديدة، استفيد بوقتك، اتعلم حاجة جديدة. الوقت ده لو انت زهقان وقاعد في بيتك وعندك وقت، الوقت ده اغلى حاجة انت تملكها في حياتك. لان في ناس ملايين عايزين وقت عشان يتعلم حاجة جديدة وعايز يقرأ حاجة جديدة. اتعلم، اقرأ، استفيد، فكر، وحط اولوياتك، وان شاء الله موفقين، وربنا يحفظكم جميعا ويعدي الازمة دي كلها على جميع الناس على خير باذن الله. We'll be right back.